لحظة بلحظة كأس أمم إفريقيا، أنت شجع المنتخب، شجع المنتخب. مساء النور، مساء الرياضة، أهلا وسهلا بالجميع. مساء كان أيضا بأجواء الماما أفريكا، أكيد مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام مالي. 20 دقيقة تفصلنا على انطلاق المباراة الثانية للمنتخب الوطني التونسي. نسكن نعرف المباراة الأولى أمام ناميبيا انتهت بالهزيمة هدف لصفر. إن شاء الله اليوم عودة لأبناء تونس وعودة لأبناء الناخب الوطني جلال القادري. شوي آخر نرجو نحكيه على تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، أيضا تشكيلة المنتخب المالي. لكن قبل هذا نرحب بالمحللين الفنيين للبرنامج، بداية من اليمين أيقونة البرنامج محمد عليف الحمودة. مرحبا يا أخوي محمد، مرحبا كيف المستمعين. من خلالك انت دالي بن حموده، تحيه كبيره برشا الملكه بن حموده، ديديكاس سبيسيال هذا الملكه بن حموده. ان شاء الله ربي يفضلها، وان شاء الله وجهها مبروك على المنتخب الوطني التونسي. ديديكاس كبير لزين بن حموده، وزينب بن حموده باش ما تغشش علينا، تحيه كبيره لها. الى اليسار الكابتن وليد، اهلا وسهلا بك وليد. مساء النور، ما ننساوش هيفا، تحيه كبيره برشا لهيفا. عايشك محمد، ربي يخليك وربي معاها ان شاء الله. تبقى انت تو مانيتا عطيت ديديكاس لزين بن حمود، ملكة بن حمود، اي ملكة وزين. فوالا تحية كبيرة خاصة زين، خاصة زين. لا عادلين، عادلين ملكة وزين بزوز. ان شاء الله ربي يفضلهم. اكيد دالي وليد باش نحكيو على مباراة المنتخب الوطني التونسي، اللي اكيد شوية خير مش تلقاونا في التعليق والبث المباشر لمباراة تونس ومالي. اكيد مباراة مهمة جدا للعناصر الوطنية. قبل نحكيو شوية على التحاليل الفنية، شكون معنا المستمعين اون ديريكت ان شاء الله. هاي ان شاء الله فما مواكبة مباشرة لمباراة تونس مالي. نعطيو تشكيلتي الفريقين، البداية بالمنتخب الوطني التونسي. في حراسة المرمى بشير بن سعيد، على اليمين وجدي كشريدة، على اليسار تغيير اول علي العابدي مكان علي معلول، في محور الدفاع نفس الثنائي منصر الطالبي ياسين مرياح، في وسط الميدان تغيير ايضا مقارنة بمباراة ناميبيا، نلقاو عيسى العيدوني منذ البداية إلى جانب الياس الصخيري، أنيس بن عفوا بن سليمان أمامهم، حمزة رفيعة، الياس العشوري، يوسف لمساكني. دالي بن حمودة قراءتك في التشكيل، تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، وخاصة النقطة المهمة اللي نتسائلوا عليها عندنا نهارين، كيفاش مش يلعب المنتخب الوطني التونسي في الحالة الهجومية. أنا قلت الكلام هذا في المباراة اللي فاتت، قلت باش يصير فلسيف آخر في المباراة الجاية، وفي كتيف ما صارت فلسيف علي معلول. علاش باش تنحى نقطة وارجع للسطر، ما يتحملش مسؤولية في الهدف اللي قبلناها. محمد علي، أنا راني نقول في كلمة الحق، راهو خلينا تويكا إيجابيين قبل مباراة مالي، وإن شاء الله المنتخب ينتصر. لكن ظهير وانت تعرفها مليح، وممكن حتى فوزي البنزرتي، انا نعرف اصدقائي برشا من لاعبين ديما يقولوا لي فيها انه فوزي البنزرتي اهم حاجه في التدريبات يعلمها لزارير ما تصدرش كل شنو هو اللي صار. علي معلول كان في بلاستو، علي معلول عمل بريسينج على علاش نحب نوضحها للاكسيون تاع البونتو بسرعه وليد، لانه عندنا مباراه مالي، احنا شخمو في مباراه مالي، مش نحكيو في الرسم التكتيكي لمباراه مالي. تفضل وليد. علي معلول خذ دوزيام بوتو عادي، معناتها وقت اللي رجعت الكرة القريب هو علي معلول، ما نجمش يمشي للفلونغوش على التوزيع. إيه نجم بريسة بريسة علي معلول، إيه علي مشى هو في الكورنير، هي ما كانت كورنير سكر بلاصت عليه. ما نحكيش على ذاك، نحكيه على شكون سكر بلاصت عليه يا ولي. والضغط، الضغط على المهاجم في التوزيع. صلح حالك، سين ديسبلين. لحظة ديسبلين تكتيك. وقت اللي لاريير جوش خذ دوزيام بوتو، لاريير دروا خذ البرومي بوتو، تكمل هكاك الاكسيون. واجدي كشريده كان في البرومي بوتو هو اللي كمل،
هو اللي غطي فات الحكايه معناها. نحكيو شويه في الرسم التكتيكي للمنتخب الوطني التونسي معاك وليد اللي مش ينزل به اليوم المدرب جلال القادري. تغييرات تقريبا ثلاثة تغييرات مقارنة بمباراة ناميبيا. نلقاو علي العابدي منذ البداية من الجهة اليسرى، نلقاو عيسى العيدوني إلى جانب الياس الصغيري في وسط الميدان أيضا منذ البداية، حمزة رفيعة مكان طه ياسين الخميسي. حسب الأسامي وحاولت نقرأ برشا معناتها الفورماسيون تشوفها 4-3-3 وقت اللي احنا عنا الكورة، وتشوف واحد برك اللي هو المساكني باش يقعد. فسر لي انت ولا دليل، فسر لي حكاية المهاجم الوهمي. ايه اني سمعتها برشا في تونس. ايه طبعا نحكي فيها. شوف خلك مالك دليل. لا لا ما غير ما تكمل وليد. روح نمشي روح. لا ما غير ما تكمل. مهاجم الوهمي محمد علي، انت كنت مهاجم. ما معنى مهاجم؟ لا دليل ما نجمش يكون مهاجم وهمي. مهاجم وهمي. مهاجم صريح. اللي عندي ما نجمش يكون. محمد لي زافريكان هربوا بينا برشا برشا، معناتها في كوتي معناتها على 10 على 10 هما في النمبر 10 واحنا النمبر 0، مازلنا نتخايلوا في رواحنا احنا نمبر 1. لا لا رانا صاي متنا احنا، هذا وقعنا متنا صاي. محمد قصيت على وليد انا به كلمه بركة، نرجع له الكلمه بعد هذه. رانا احنا زيرو تكوين شمال افريقيا، شمال افريقيا. لا لا كمل. كاس افريقيا. لا 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 مانيش مش نحكي لك توش حلوا تولي حاضر، نحكي لك تولي حاضر، نحكي لك تولي حاضر. موريتانيا جزائر، موريتانيا انهزمت منذ قليل 3-2. موريتانيا الجزائر تونس مازالوا عايشين على طلال. الجزائر عملت تعادل 2-2. وين تعادل؟ مع التعادل. تعادل وين التعادل؟ تعادل بوركينا فاسو يسكو المردود. إيه اللي المردود اللي قامت به الجزائر في مجموعاتها بزوز نقاط. انت شوف شوف المردود أربعة. لا محمد بوركينا فاسو أربعة. محمد شوف المردود نتاع الجزائر وشوف المردود نتاع المغرب. شمال افريقيا فما كان المغرب مردود. لا لا ما فما حد شيء. العرب نتاعنا ما فما حد شيء. شوف فما 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 الباره 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 السنغال ومغرب هنا الافريق كلها لوطه بعيد عليهم برشا. نرجع لمباراه تونس ومالي وتحاول تفسر لي اكثر معنى المهاجم الوهمي. نقولوا اليوم يوسف المساكني مش يكون مهاجم وهمي، انت كنت مهاجم كما قال وليد، انت كنت مهاجم صريح. ما معنى مهاجم وهمي في كره القدم محمد؟ كيفاش باش يلعب يوسف المساكني اليوم؟ ما تنجمش ما تنجمش. يوسف ماهوش رابيد، يوسف ما نجمش يلعب دودو، ما نجمش يلعب بظهره. تنجمش معناتها فما حكايات فما حاجات ما تنجمش. انت انت مستحق اليوم باش تبني اللعب باش تحط ليكيب ادفرسير في 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 حجمها باش تعطيها حجمها. انت ما تنجمش في الحكايات هذوما، ما تنجمهمش. انت ما تنجمش ما تنجمش تصنع اللعب. انت بالليفكتيف اللي بالليفكتيف موجود مي باش 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 تعينهم باش تحط الخطه نتاعك. انت انت ضعيف 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 من ناحيه شنو؟ من ناحيه معناتها تكتيكيا هجوميا انت ضعيف. سرعوا شويه محمد علي، المطلوب من المنتخب الوطني التونسي اليوم مطلوب في الشوط الاول مطلوب تلعب بالروح وتنسى الانترونير وكلام الانترونير وتنسى كل شيء، تنسى كل شيء. القلايب القلايب تلعب على الدراب اليوم مطلوب. انت باش تهبط كيس سوا هبط يهبطش بشير باش تصعد اتاكون. انت مطلوب باش تلعب بالقلايب. به نعطيو تشكيلة المنتخب المالي اللي مش واجه المنتخب الوطني التونسي. ديارا في حراسة المرمى، تراوري، كويتي، سيكو، فالاي ساكو، لاعب مونبيلي، كوليبالي، ساماسيكو، امادو حيدرا وليد لاعب ليبزيغ معروف جدا، دومبيا، لاسين سينايكو، وسيكو كواتا. هذه تشكيلة المنتخب المالي. الملعب امادو جون كوليبالي. نفكر ايضا بحكم المباراه حكم الغاني دانييل لاريا بمساعده جيرسون ايماليانو حكم الانغولي ولوبيز اوليفيرا ايضا حكم انغولي، بينما مشكون الروانديه ساليما موكا في حكمه فار. وليد بسرعه المطلوب من العناصر الوطنيه خاصه في الشوط الاول في مواجهه مالي. المطلوب التوازن، والمطلوب نلعبوا اليوم على الدراب وعلى الشعار اللي لابسينه في المريول. كما قال لك الشيما تكتيك اليوم مهما كانت ومهما
اختلفنا فيها ولا سندناها ما تعني حتى شيء قدام الروح والجرينتا والناس كل تحط العرق وتحط دمها في التراء. راهو الملاعبيه تمسوا في الماتش الاول كيما تمس الشعب وتمست ليماج تاع المنتخب الوطني التونسي والتونس ككل اليوم. وانا معناتها متفائل على خاطر كي تاكل لا انا مانيش متفائل انا مانيش متفائل كي تاكل كف وانت ملاعبي وعندك نوع الماء في ساقيك فما رياكسيون واضح. انا بالنسبه لي انا ما عنديش رياكسيون كي نسمع الجوان يحكي هكاك في نمشيو للفاصل قبل نمشيو للفاصل ونرجعوا في التعليق عن مباراه تونس مالي. تكهناتك بنتيجه الشوط الاول من الشوط الاول 0-0 تونس مالي. لا 0-0 وفاند ماتش 1-0 1-0 مالي. واضح دالي بن حموده. وليد تكهناتك بالشوط الاول 0-0 0-0 اكيد كما قلنا باش نرجعوا لكم شويه اخر في التعليق عن مباراه تونس مالي ان شاء الله مربوحه للعناصر الوطنيه. مواجهه جديده لصور قرطاج